السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي وفي التلمارك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوع الرياضي. الاسبوع الرياضي فرصه للحوار والنقاش والسجال والتداول في قضايا، في اشكالات، في ملفات. في حلقه اليوم سنتوقف عند القضيه المثيره للجدل، الاتحاد المغربي وانديه كره القدم بالخصوص اضحت زبونا رئيسيا لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية الطاس. لمناقشة هذا الموضوع بتفاصيله الصغيرة معي في بلاطو تلماروك ضيوف لهم إلمام، لهم صلة ولهم معرفة بقضايا المنازعات الرياضية وبالقانون الرياضي، لمناقشة والحديث أكثر عن بعض الملفات الشائكة، الملفات التي تتعلق غالبا بنزاعات اللاعبين ونزاعات المدربين ونزاعات بعض أطراف المنظومة الكروية. باسمكم جميعا كنشكر الضيوف الأفاضل على تلبيتهم دعوة البرنامج. مرحبا بك سي محمد مجتهد، الاسم الرياضي المعروف والمهتم بالشأن القانوني في المجال الرياضي. شكرا على الاستضافة، ونتمنى أن تكون حلقة مفيدة للمتابعين القناة. معنا لأول مرة بلاطو تلماروك الأستاذ محمد المجاني، محامي بهيئة الدار البيضاء، مرحبا بك ومهتم أيضا بالشأن الرياضي. شكرا على الاستضافة، ونتمنى نكون حسن الظن عند المشاهدين. كلمة القانون معنا في شخص سي عبد الفتاح مومن، المحلل الرياضي، مرحبا بك معنا. شكرا سي حسن على الاستضافة. طيب، البداية من القانون المدني إلى القانون الرياضي، في هذا المسار الذي تعرفه الكرة المغربية سنتوقف لحظة للغوص في تفاصيل النزاعات التي قادت مجموعة من الأندية إلى محكمة الطاس. مع أسماء صلوان غادي نمشيو نشوفوا شاشة تفاعلية ثم نواصل النقاش. مساء الخير. أندية مغربية مرتبطة بملفات نزاع معروضة على محكمة التحكيم الرياضية، ويهم الأمر كلا من الرجاء والوداد وشباب الريف الحسيمة والمغرب الفاسي واتحاد طنجة، ناهيك عن أندية أخرى عملت على تسوية ملفاتها وخاصة تلك التي واجهت مبالغا قليلة. نادي الرجاء الرياضي وملفاته العالقة في الطاس، آخرها ملف اللاعب الكونغولي ليما مابيدي، حيث أصدرت محكمة التحكيم الرياضية حكما لصالح اللاعب وألزمت الطاس النادي الأخضر بدفع مبلغ 320 مليون سنتيم للكونغولي مابيدي. كان الفريق الأخضر قد كشف عبر تقريره الأدبي نهاية العام الماضي عن وجود 6 ملفات عالقة بالطاس، أبرزها ملف المدرب السابق محمد فاخر والقاضي بدفع نادي الرجاء الرياضي لأزيد من 600 مليون سنتيم للإطارية الوطني. قضت محكمة التحكيم الرياضية بتغريم الوداد الرياضي لكرة القدم مبلغا يفوق عن 200 مليون سنتيم لفائدة لاعبه المالي السابق سيسوكو، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للاعب الليبري ويليام جيبور الذي صدر لصالحه حكم نهائي في قضية نزاعه مع الوداد يقضي بسدد الأخير ما يفوق عن 600 مليون سنتيم للاعب. لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي تعاقب الأندية بمنعها من إبرام تعاقدات في حال لم تؤدي ما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الأطراف المتنازعة معها، وملف نزاع واحد قد يحرم الفريق من دخول الميركاتو إلى حين البث النهائي في القرار من طرفي الطاس. عودة الآن إلى استوديو الأسبوع الرياضي. سي مجتهد، المغرب أضحى زبونا رئيسيا لمحكمة الطاس. هذا واقع لا يعلى عليه، يعني غير هو يعني بناء على ملاحظة الروبورتاج هذا، هذه الفروق اللي تم الإشارة إليها ليست الوحيدة، هناك فروق أكثر من المسائل التي أشرت إليها في الطاس، ليست الفروق بعينها، بمعنى أنه مسألة أصبحت تتسع يوما عن يوم، خاصة أنه الناس عندها الثقافة ديال التوجه
يعني التقاضي امام محكمه التحكيم الدوليه. سابقا ما كانش هذه الثقافه، الان ولات هذه الثقافه، ولات هذه الاراده عند هذه الفقوقات. استاذ كما قال المستعيد ما كانش الثقافه السابقه، ما كانش الثقافه السابقه، ودابا ولات ثقافه حديثه، واللاعبين تيتوجهوا للحفاظ على الحقوق ديالهم. اللجنه الاخلاقيه ربما في الجامعه الملكيه ما تعطيهمش ما تتساندهمش مسانده كامله، فتوجهوا للمحكمه الدوليه الطاس من حقهم. لكن الفرق بين التحكيم اختياري نسبيا وتحكيم واخا سي عبد الفتاح، ماذا يعزى هذا اتساع الرقعه ديال المنازعات الرياضيه؟ وكنظن على انه ربما هذه سنوات كانت حقوق قد ضاعت لمجموعه من اللاعبين والمدربين. الان يمكن كيبان على انه كنشوفوا حنا اشكال في وسط الانديه، ولكن هو في الحقيقه هو حقوق ترجع لاصحابها، هذا كل ما في الامر. انا ما يستفزني حقا هو انه الان ولات الثقه اكثر في الطاس اكثر من المؤسسات الوطنيه، وهذا هو اللي شويه يعني مزعج، بحكم انه حتى بعض اللاعبين او بعض المدربين يعني كيمشيو مباشره لمحكمه التحكيم الرياضيه بدون المرور على المؤسسات الوطنيه، رغم انه كان اجتهاد في خلق هذيك الغرفه. لا ما كاينش، كاين غير واحد كاين توضيح في هذا الشان. هذا هذا اللي بغيت نقول، هو انه المحكمه التحكيم الدوليه هي هيئه تحكيميه، وانها لا تبت الا في القرارات النهائيه، اي التي تستنفذ جميع المساطر. راه مرات اكيد مرات ما يمكنش تمشي بلا غرفه المنازعات. لا ولكن انا ملي كنتكلم على انه راه مرات يعني كتحس انه كان عندنا مجموعه اتصالات مجموعه من اللاعبين، كتحس على انه المرور من المؤسسات الوطنيه هو فقط احترام للمساطر، ولكن انتظار من الحكم ومن من من يعني من الحق انه غيجي من محكمه التحكيم الرياضيه، على اعتبار انه يعني شفنا يعني حتى الارقام كتبين انه كان فرق كبير بين الاحكام اللي كانت في المؤسسات الوطنيه، وانه يعني كيفاش ان المبالغ يعني ضعفت لواحد الاعداد كبيره ملي مشات الاحكام التحكيم الرياضيه. لذا كنعتقد على انه الان خصنا نتعاملوا مع الامر بنوع من يعني بنوع من المرونه، في حكم انه اليوم حنا امام حقيقه انه اللاعبين والمدربين والمتدخلين بصفه عامه ولا عندهم واحد النافذه اخرى انهم يقلبوا على الحقوق ديالهم. الاشكال اللي باقي كنشوفوا انه هو انه اثناء توقيع العقود، اثناء التعامل مع هاد المدربين، مازال كنشوفوا المسير كيرتكبوا اخطاء بدائيه في التناول بعض اولا في ايجاد حلول. كنشوفوا مثلا الحاله ديال المبيدي اللي كان كيطلب واحد المبلغ بسيط، الان ولات في واحد المبلغ كبير. واش اليوم السؤال اللي ربما استاذ مجاهد استاذ يمكن تجاوبونا عليه، واش حنا اليوم المسيرين ديالنا او الانديه ديالنا اليوم وعات انه راه ملي كنديروا واحد العقد راه كنديروا عقد ماشي باش نوقعوا اللاعب ونتصوروا معاه، راه كنديروا عقد ملزم. واش اليوم عندنا هذه الثقافه؟ تفضل سي مجتهد. انا غير باش نكونوا منصفين، هو التجربه ديال يعني هذه الهيئات والغرف القضائيه في الشبه القضائيه في المغرب انها يعني مده ديال 10 سنين، هذه ما كتفوتش 10 سنين، انها تجربه فاتيه. وخصنا نفهموا بانه الاعداد اللي كيمشيو للطاس رغم انها كثيره، راه خصنا نقارنوها بالملفات اللي كتطرح امام هذه الغرفه، امام لجنه الاستئناف، راه كبيره بزاف وفيها واحد النسبه كبيره كتكون يعني ترضي الاطراف، بمعنى انها كتكون عادله ومنصفه، وفيها واحد النسبه اللي ما كيمشيوش الناس للطاس لسببين اثنين، اما هو ان الناس يعني تيمشيو للطاس يعني لانهم تيحسوا ما تيمشيوش للطاس لانهم ما قادرينش على التكاليف او جاهلين يعني بالمساطر. اذا خصنا ملي غنشوفوا النزاعات خصنا نشوفوها في كليتها، في عادتها، في شموليتها. كاين 500 تقريبا 500 نزاع اللي تيكون سنويا كمعدل عند الغرفه اللي تبت فيه، نشوفوا شحال اللي تيمشيو للطاس واللي تكون يمكن ليش يمشيو للطاس مقارنه، ونشوفوا شحال الاحكام اللي كتمشي للاستئناف، يعني الناس اللي ما كيكونوش غاديين على هذه القرارات وكيستنفوها، باش تكون عندنا نظره يعني عادله ومنصفه. انا كنعتقد حنا كنأسسوا الرصيد القانوني، وهاد الغرف انها كتعامل يعني وفق الاليات القانونيه اللي عندها والادوات القانونيه اللي عندها، هي نفسها نفس الادوات القانونيه او النصوص التنظيميه اللي كاينه ديال الفيفا، غير هو كاين فيها قصور. ما فاش في بعض يعني البنود اللي ما حيناش، والغرف ما مسؤولاش على هذا عدم التحيين، لانها كتخدم بهذه الاليات وبهذه البنود،
ملي كتمشي يعني القرار يطعن فيه يطعن تيكون انه هما حتى عنده اليات, وهاد الاليات ماشي هي نفس الاليه البنود اللي معتمداها يعني الفيفا, وبالتالي انها كت يعني كتعدل كليه او جزئيا الاحكام. ثانيا كاين واحد النقطه اساسيه ان هاد الغرفه هذه خصنا نفهموا مساله, قلت انها غرفه فتيه كتعتمد على ماذا؟ على الوقائع اللي كتجيها في الشكايات. راه 10 سنين ماشي فتيه, لا في 10 سنين 10 سنين مقارنه يعني يعني بتجارب اخرى. احنا في البدايه كنقول لك ما تعتمدش على الوقائع, على الحيتيات, على التكييف, على التوصيف ديال الوقائع, وكتستعمل القوانين اللي غتعتمدها باش تاثر وباش تصدر هذا القرار. بعض الاحيان تجانب الصواب. علاش تجانب الصواب؟ لان هي بين مساله القناعه. القناعه كتشكل من خلال داك الوقائع كيفاش كتكيفها, من خلال النص اللي اعتمدتها, من خلال الدفوعات ديال الاطراف كتشكل قد القناعه, ولا يجب ان يفهمها يعني تتفهم خارج هذا السياق هذا. بمعنى تعمل لا ما كتوفقش جيم الصواب. اكيد انه الفيفا تقريبا غالبيه يعني القرارات اللي كانت مشات للمحكمه التحكيم الرياضي انها عدلت كليه او جزئيا. تختلف تماما عن بمعنى اخر ان المساله حقيقه واقعيه, وانها تثير ان نتساءل اين يكمن الخلل. واش هنا ولا لهيه؟ لا, اين يكمن الخلل في المنظومه ديالنا. لانه لان المحكمه التحكيم الرياضيه ما نسيو انها عندها يعني واحد التراكم كبير, وعندها قرار صادر كاين اللي سمونه بيل الاجتهاد القضائي لي جوريسبريدونس, يعني تتبني على هذا بان قرارتها نهائيه. ومنساش بانها مشكله من ملزمه مشكله من خبراء على 300 محكم ينتمي الى 87 دوله, وتبت في حوالي 500 نزاع سنوي. بمعنى كاين واحد النوعيه ديال القرار, بمعنى اننا ما خصناش نخصوا عمل هذه الغرف اللي كتقوم به, انما مطلوب. استاذ مجاني, هناك قضاء في المغرب, قضاء الاسره, قضاء تجاري, قضاء رياضي ما كاينش. ما كاينش قضاء رياضي مع الاسف. هو هذا مطلوب, طلب هذا محتوم باش يحلوا هذه المشاكل. انا تنشوف ان العقود اللي تتوقع مع اللاعبين تشرف عليها دير عقد نموذجي, ديروا الجامعه ويكون عندها نسخه بعد توقيع العقد حتى يحترم هذا احترام العقود. اذا تحترمت البنود غادي نحدوا من هذه المشاكل. القضاء هذا مطلب ملح لإنشاء غرفة قضائية تبت في النزاعات الرياضية تابعة لوزارة العدل وقضاة مختصين. مع الأسف هذا المطلب تقدمت به الحركة الشعبية لوزير العدل البرلمان كمقترح قانون, ولكن وزارة العدل رفضت هذا المقترح بعلة ذريعه ان الامكانيات الميزانيه ما يمكنش, ولكن طيب. هو مطلب ملح لانشاء قضاء بحال قضاء الاسره, قضاء الجنائي, خاصه ان النزاعات المنازعات دابا الرياضيه تشملها التجاريه لان يعني اشهار, يشملها الجنائي بحال التزوير كما قال الاستاذ, المدني, مدونه الشغل لان كان عقود تجاري والتجاري بالاحرى, لانه الشركات دابا الفرق قد تحول لشركات. كيفاش غادي؟ طيب وصلنا الان للمحطه الثانيه في هذا اللقاء الحواري اللي خصناه للانديه المغربيه تحت سياط الطاس, عقوبات الطاس. في المحور الثاني سنتوقف عند قضية العقوبات التي تقود مجموعة من الأندية نحو الإفلاس. سأفتح كما تعرف الجامعة طبعا بضغط من الفيفا أصبحت تمنع التعاقدات. أنت عندك ديون متراكمة وما يمكنش تخليك تعطيك الضوء الأخضر باش تدير تعاقدات جديدة. أصبحنا أمام مشهد تقريبا سوريالي. فريق يتدرب أو العدد الإفكتيف ديالو واحد 30 لاعب 28 لاعب, ولكن اللي عندهم الحق يلعبوا 14 15 13 أمام واحد الإشكال اللي غير معهود. أنا كنظن على أنه إذا كان شيء يعني شيء إيجابي في هذا الشيء اللي واقع هو هذا الشيء اللي كتكلم عليه. علاش؟ لأنه حنا ملي كنجيو في بداية الموسم الكروي كنلقاو 16 الفريق كله عنده نفس الطموح, يعني كلشي باغي يلعب على البطوله, كلشي باغي هذا, رغم انه الامكانيات ما كايناش.
ربما هادشي اللي واقع غيدفعنا مستقبلا انه لقاو يعني في كما في جميع البطولات الاوروبيه كاينين الناس اللي عندهم الفلوس كيلعبوا على لي شامبيون والناس اللي ما عندهمش كيلعبوا هادشي اللي كاين اليوم. حنا كنقولوا الفرق الكبرى عندنا في المغرب كنتكلموا على الوداد والرجاء والجيش وهذا كنتكلموا على فرق جماهيريه ما كنهضروش على فرق كبرى يعني من ناحيه الماديه. الان ربما غنأسسوا الفرق كبرى من ناحيه الامكانيات اللي عنده غيدير الانتدابات واللي ما عندوش ما يمكنش يدير الانتدابات يزيد لانه ما يمكنش لك نتايا ما عندكش الامكانيات عندك مجموعه من الملفات متراكمه في الجامعه كنعرفوا على انه راه اليوم كنتكلموا على الفرق الكبرى ربما الوداد والرجاء هذه راه سنوات ما خداوش فلوس ديال النقل التلفازي لانه كلها كيتسالوا هاللعبه وكاينين الناس اللي كيشدوا النوبه بالسنوات سنوات ولكن ما بقاش هذا الشيء يا على الاقل انا كنتكلم غير هذا الشيء اللي داز يعني بمعنى انه اليوم انا بغيت ندير انتداب راه ماشي ندير انتداب هو انني كما قلت قبيله انني نسيني مع اللاعب ونتصور معاه راه التزام بمعنى انه خصني نكون عندي ملفات مشات عاد يمكن نفتح ملفات جديده. كنظن هذه المساله اللي تكلمتي عليها ديال انه كنسينيو 14 لاعب وهما ما عندهمش الحق يلعبوا لانهم غير مؤهلين هذا كيبين على انه كاينه فوضى يعني كاينه فوضى في انتدابات كاين مدرب كيجيب مع فريق ديالو وانت جايب هذاك المدرب من بعد خمسه دورات كتحسب ديك المدرب وكتورط في هذوك 14 لاعب ومن بعد عارف راسك انت صيفتي ذاك المدرب وصيفتي لجنه النزاعات وبقى هذا الشيء كيتراكم. كنظن هذه القوه الملزمه لقرارات الطاس ربما هي اللي غتدفعنا اننا وقعت مجموعه من الانديه ومجموعه من الانديه عانات دورات وهي ما كتدخلش بالتركيبه البشريه ديالها عانات حتى سوات الوضع ديالها مع لجنه النزاعات عاد باش تمكنات من اقحام هذوك اللاعبين. الغريب هو ان بعض المدربين كانوا ضحيه ديال هذا لانه ما كانوش عندهم اللعابه ومشاو. اسمح لي سي حسن يعني بين قوسين سووا الوضعيه ديالهم مع القانون راه غير ربما بضمانات راه ماشي حتى ضمانات. سي مجتهد انت مع او ضد هاد الصيغه ديال الترضيه يلا انت خلص وجيب تنازلات من عند هذا اللاعب ومن هذا اللاعب تلقاو واحد الصيغه. لا غير انا عندي واحد التوضيح بسيط جدا قبل ما ننطلق هذه النقطه هو فيما يخص التوجه العام. ان التوجه العام هو يعني جعل هذه النزاعات الرياضيه هي من صلاحيات يعني هيئات وغرف التحكيم كتوجه من طرف اللجنه الاولمبيه من طرف الفيفا والاتحادات والكونفدراليات على اساس انه في اعتقادهم ان القانون يعني الغرف او التوجه الى الغرف هو اكثر واسرع وفيه نوع من المرونه وفيه نوع من التوافق على اساس مثلا وتحصل الاتفاق مثلا حتى في اطار المسطره مثلا حتى هو كيبدا باتفاق اصلا لا هو في اتفاق جاء في الاتفاقيه الجامعه لان الجامعه موقعه والاتحادات او الفدرات موقعين على هذه الاتفاقيه باللجوء الى محكمه التحكيم الرياضيه. اكثر من ذلك ان الجامعه الملكيه المغربيه في اطار ديفتر التحملات ديالها باش الفرق تاخذ رخص ديال الاحتراف باش تساهم في البطوله ان الفرق ملزمين باش كيديروا واحد الالتزام بانهم يلتزمون بقرارات الفيفا وقرارات الاتحاد يعني الجامعه وقرارات يعني محكمه التحكيم الدوليه بانهم طالعين على القوانين وانه يلجؤوا لها وبانهم يلتزموا بقراراتها بمعنى دخل حتى في بدا بان الفروق منتميه لهذا الجامعات. اذا هذا توجه عام واخا نرجعوا للقضاء العادي. السؤال نرجع للنقطه الاخرى هي انه الاشكال هو اعمق من ذلك. علاش؟ لان القوانين كاينه السنه القانونيه كاينه بما لها وعليها بمعنى يمكن تكون قصيره في شي نقاط ولكن الهيكل العام يعني الترسانه مجمله كاينه. فين كاين الاشكال؟ في تطبيق القانون بدليل بالقانون بدليل ماذا؟ بانه الجامعه للحفاظ على الهشاشه الماليه ديال الفروق انها التجات لواحد البنت سميتو البنت 70 يعني في انظمه الجامعه. هذا البنت هو سميتو بنت المقاصه بمعنى انها هي جميع القرارات اللي كتصدر على الغرفه لصالح اللاعبين كتكفل بها يعني الجامعه وكتقول لك انا سافعل وافعل هذا البند بمعنى ان جميع المداخل ديال التلفزيون ديال الاشهار اللي كيتقاضها الفريق كتخبط هي وكتسلمها اللاعب الذي الحائز على حكم
الاشكال فين نقدر نديو على المقاصه نديو على واش المقاصه ما بين مداخيل توازي العقارات ولكن اذا كانت عندك السقف ديال الاشهار شنو هو 600 مليون عند الفوق القسم الثاني الاول و 300 مليون عند القسم الثاني ملي كتلقى احكام بجوج ملايين 300 مليون عن اي مقاصه نتحدث بمعنى شنو هو اللي كيأدي الثمن كيأدي الثمن هو اللاعب خصو يشد الصف في 600 الاولى ما كاينش 600 الثانيه ما كاين وكاين واحد اخر يشد الصف من دابا 4 سنين 5 سنين وبدون فوائد بما ان حتى واحد البند اللي كاين في القانون المصطاري ديال الغرفه اللي تيقول بان كل تاخير ينجم عنه 5% داك الساعات ما كانش مفعل دابا غتفعل في اطار التعديلات الحاليه ما كتبقى نسينا 5 سنين ولا 6 سنين عاد ناخذ يعني الدين ديالي بدون فوائد شكون هذا الرئيس انت تكون رئيس السي حسن عندك لاعبين دابا جايين وخصهم يتخلصوا عندي وكاين كيسالوا غادي يمشي للغرفه وغادي يصدروا له قرار وغيتخلص من دابا 6 سنين من والله الحيد انا غنمشي في حالي لا وبلا فوائد وبلا فوائد إذ علاش غنتخلصوا انا إذن حنا نشجع ونؤسس ونفريغ القانون من مضمونه ومن يؤدي الثمن هو واحد الطرف ضعيف في اطار علاقه التعاقديه اللي هو اللاعب اللي لا نبالاه الان اللي يجب ان يعني ان يفرحنا هو ان الجامعه بيان سور تحت يعني التوصيات الفيفا الى جانب الاتحادات ان قامت بتعديلات لتصحيح هذا الوضع ضغوطات الفيفا ماشي توصيات انا تسميها توصيات لتوضيح يعني لتصحيح هذا الوضع بمعنى لزمات بانه هذا البن ما بقاش يتفعل وبانه اي قرار صدر انه الفريق وملزم باش يديه داخل 45 يوم مع يعني انصرام هذا 45 يوم يمنع الفريق يعني من انتدابات لثلاث فترات متلاحقه إذن هذا النقطة الثانية واللي مهمة أيضا حتى كانت أحكام الطاس كان فيها إشكال شنو هو؟ ما دام أن هي قرارات تحكيمية كانوا شي الفروق بالنسبة لهم كاين صعوبة في التنفيذ علاش؟ حيت الأحكام اللي كانت لقيت كانت تصدر على الفيفا وكتمشي للطاس تترجو نهائيا لأن صدر على الفيفا اللي صدر على المغرب كيقول لك أسيدي كاين تيقول لك أسيدي خصها الدار أو ما يسمى ليكزيكواتور اي اجازه هذه القرارات عبر ماش عبر تذيب الصيغه امام المحاكم المغربيه تنفيذيه صيغه تنفيذيه وسير دابا عامين ثلاث سنين اربع سنين واخا شكون الصيغه كاين دابا كاين الناس اللي مشاو الصيغه التنفيذيه مازال ما خرجت لهمش منهم من بلا ما نذكر الاسماء الان حتى هذه القضيه ما بقاتش بفضل يعني الفيفا اللي تراكمت عليها المسائل والناس كتشتكي وصبحت خرجت واحد الفيفا واحد الدوريه رقم 1681 بتاريخ 11/7/2019 واصبحت قرارات الاتحاد يعني قرارات تحكيميه ديال المحكمه التحكيميه ملزمه وتنفذ وبحال بحال القرارات الصادره عن يعني عن الفيفا ولا تتحملوا التاخير والجامعه استجبت هي مؤخرا في التعديلات الاخيره ودخلاتها الانظمه ديالها واصبحت ملزمه اذن الوضعيه تحسن علاش انها في الان كاين اشكال كاين اشكال في اليه التنفيذ بمعنى شنو هي قيمه قرار صادر ولا ينفذ امام تعطيل الاستاذ امام تعطيل هذه المسطره يفضل بعض اللاعبين اللجوء للتفاوض الودي انا كنسال الغرفه حكمت لي نهائيا 100 مليون كنقدر ناخذ 70 ناخذ 60 ناخذ اسبيس ونمشي في حالي ولا ناخذ شيء ونمشي في حالي ولات الثقافه بطبيعه الحال الى درجه ان بعض المسيرين اصبحوا يجرون لهذاك المشتكي الطرف المشتكي لهذه المرحله هذه بطبيعه الحال يعني كنبقاو غاديين معاه مرحله مرحله كيوصل هنا كنلاحظوا بانه استنزف الجميع وانه غيبقى يتسنى حتى 2020 2024 حتى 2024 2026 حتى هو كيرضى انه يجلس على الطاوله ديال النقاش وكيرضى بالقانون اولا بالنسبه للفصل 70 عندي واحد التدخل كما قال الاستاذ مجتهد ان هذيك مصطلح المقاصه خصو يتغير يدير خصم الديون من لمستحقات الاشهار احسن تجي اقرب للتطبيق اما بالنسبه لهاد كما قلت الاستاذ البصري بالنسبه لهاد الثقافه ديال التراضي غير خصها الوضوح فيها حتى هي بعض المشاكل فيها انني تنسلم كنسيني على نقدر نوقع على مبلغ ولا تنحسب عليك بان خديت مبلغ اخر هذا نصب هذا نوع من النصب قالوا لا يحمي المغفلين نوع من النصب إذا سمحتي غادي نكملوا الحوار لكن بعد الفاصل
طيب في المحور الثالث سنتوقف عند مرحلة أخرى من مراحل النزاع من محكمة طاس إلى غرفة الأخلاقيات أو لجنة الأخلاقيات بالفيفا. أفتح قبل من نناقش هاد الفقرة هذه كان عندك شي تعقيب؟ عندي ملاحظة يعني من الناحية القانونية. اليوم كنتكلموا على الترسانة القانونية اللي كنسيروا بها كرة القدم الوطنية، يعني كنشوف على أنه كاين واحد النوع من 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 نقص على مستوى حماية حقوق الأندية. نحن نتكلم دائما حقوق اللاعب، حقوق المدرب، وكنشوفوا على انه كاين مجموعه من الحوايج اللي كنشوفوهم. كاين مثلا دابا حاله واقعه اليوم ان في المغرب، مثلا الحاله ديال عبد الهادي السكيتيوي، مثلا المدرب اللي هو مريض مزيان، ولكن عاوتاني شو مزيان؟ لا يعني مريض، انا كنقول مزيان يعني مريض مزيان لا يعني مزيان انه كوضعيه قانونيه، وحسيد مريض الله يشافيه، ولكن كاين حق واحد النادي كيضيع. واش الى هذا النادي اليوم بغى مثلا يحافظ على الحقوق ديالو، انه اما يجي المدرب يخدم، اما يتعاقد مع مدرب جديد، كنشوفوا على انه لمده شهرين ثلاث شهور ديال المفاوضات والفريق كينهزم والامور غدا واش ما كاينش شي حل قانوني مثلا؟ كاين حالات لاعبين ايضا، لاعب مثلا، ولكن المدرب ماشي بحال اللاعبين. يعني اللاعبين تيكون عندك واحد 30 لاعب، اذا كان شي واحد في هذه الحاله كاين، ممكن كاين حالات ديال المدربين ديال اللعابه اللي كيديروا يعني كاين نوع من التمارض، كاين نوع من يعني كاين فوضى اللي كيختار الماتش، اللي كيختاروا الماتشات. واش ما كايناش حقوق ديال الانديه بالمقابل؟ الان كاين عندنا ما يعرف بالقانون الداخلي، اللي هو الى حد ما ربما الاساتذه يقدروا يصحوا لي انه يعني بحال اتفاقيه جماعيه في مؤسسه او في مقاوله. الى اي حد هذا ملزم؟ كنشوفوا على انه بعض المرات الانديه كيدفعوا شي لاعب او لا شي يعني بواحد العقوبه ديال 60 مليون وما كيعطيهاش. يعني الى اي حد حقوق الانديه يعني محفوظه من ناحيه القانون؟ جواب عند سي مجتهد. هو غير ملي كنتكلموا حنا دائما كنتكلموا على مساله الاستقرار التعاقدي، والاستقرار التعاقدي تطلب حفاظ على حقوق الطرفي العقد. هذه النقطه الاولى الاساسيه. علاش كنتكلموا بزاف على اللاعب؟ لانه هو الطرف الاضعف في المعادله، لانه تنتقلنا واحد المرحله فين كان اللاعب ملكيه بلا ليسونس برخصه الى العقد. هذا العقد كاين المشترين مازال ما استوعبوهش، واللاعبين تما ما استوعبوهش. نعطيك غير مثال بسيط، هو راه اللاعب ملي تيخطا او ما تلتزمش بالبنود العقد خاص حتى يتعاقب، ولكن شنو فين كاين الاشكال؟ لان مواقع الممارسه هو النوادي ما كتقومش المساطر الواجبه في هذا الباب. بما كتبغي دير مسطره تاديبيه عندها شروطها، مي معناها اولا خصك الواقعه تكون محدده ديال داك الخرق اللي دار، ثانيا خص الاخبار اللاعب بهاد الواقعه ضمن اجال محدده، ويتعطي ويعطيه استفسار ويجاوب عليه، وما تستدعيش تاديبي في اجال معينه، وتعطيه جميع حقوقه، وتصدر قرار، وهذا القرار تسلمه ليه داخل اجل محدده، ويكون عنده حق الطاعه لمده معينه، ويكون هناك سلم عقوبات متدرج. لا، سلم عقوبات ما خصوش يتعارض مع مدونه الشغل، وما خصوش يتعارض مع مواثيق الفيفا. انا ذاك كنت نعرف ان النوادي اللي كتغيز خدمتها فاللعب تياكل العصا، تياكل انه ما ننسى. انا نعطيك مثال بسيط، قبل ما تكون هذه الغرفه هذه بدايه في 1912، نعطيك واحد الواقعه مشهوره ديال المغرب التطواني. الى عقلتي واحد السعود لعابه كانوا توقفوا كلهم لانهم داروا اضراب واحد المده طويله، واساءوا اللاعب وما داروش اللي خص يدار الاضراب، اساءوا النادي وكلهم تغرموا وكلهم اداو المستحقات في العقد، وكلهم في التالي اداوها، ماشي اداوها، وكاين اللي تفاوضوا معاهم. اذن راه ملي كدير مسطره مغيزه ومقاده في اطار القانون، يمكن لك تجي انا ودير لي 40 مليون انت ما دايرش لي مسطره، ما مبلغينش دابا على حقوقي، فعاود تجيب لي واقعه مثبته، دير لي ادعاء ونبني على الادعاء ماشي هو الواقعه. اذن هنا فيك الاشكال، معنى حتى داخل النوادي ما تعرفش تدافع على حقوقها. اذن كاين هنا هذا الاشكال، كاين النوادي اللعابه الان تيمشيو عند المتخصصين، تيمشيو ولا تيمشيو. نعطيك احكام مثلا بسيطه، ما يمكنش تجي انت وتجي تعطيني تجي لي 40 مليون، اللاعب كيصوف العام كله 40 مليون، دير له غرامه علاش؟ لانه تغيب ثلاث ايام او ما دارش الشوكا ديال الكوفيد او ما دارش بحال الغرامه اللي دار الدفاع الحسني الجديدي على اللاعب. حتى الفيفا كاين حكم، مثلا نعطيك مثال بسيط، الفيفا ما كتخطاش 10 ما تفوتش 10% من الاجر الشهري تاع الغرامه. كان النموذج ديال فابري سميتو شكون اللاعب ديال اللي كان مع فال ديال تطوان، ديال تطوان، لا كان مع الوداد، وصل الطاس، والطاس حيدت الغرامه اللي كانت الوداد
على اساس ان غرامه غير ما كايناش في سلم العقوبات وانها غرامه اللي ما ماشي قانونيه. اذا مساله في اطار احترام البنود وفي احترام مسطره التاديب. وخاص المجتهد نمشيو عند الاستاذ مجاني للترافع في قضايا الرياضه. مازال هيئات الدفاع مازال ما داخلاش طبيعه الحال. نعم طبيعه الحال بالنسبه للدخول ديال محتشم للرياضه. بالنسبه نرجع للاستاذ مؤمن على بالنسبه لهذه القضيه ديال السكيتيوي الله يشافيه، هو انه كاين عقد بين اجير، هو بمعتبه اجير هو مع مشغل كما قال الاستاذ مجتهد. خصنا الى ما كانش القانون الخاص اللي يمكن نسبقوه في التطبيق على القانون العام، رجعوا للقانون العام هو مدونة الشغل. مدونة الشغل تتحمي اللاعب وكأجير وتتحمي المدرب. كاين تدرج ديال العقوبات وكاين الاستماع كما قال الأستاذ مجتهد، كاين مسطرة ديال الفصل 62 ديال الدفاع ديالو ويعطيوه محضر ديال الاستماع عاد تنمشيو للعقوبات. واش هاد العقوبات كاينه في العقد؟ واش كاينه في القانون الداخلي ديال النادي ولا غير تيجتمع المكتب وتيحددها؟ هذا يجحف. بالنسبه للدفاع باقي ما وصلوش قضايا مهمه امام القضاء باش الدفاع يساهم في اجتهاد قضائي اللي يقدر يسد بعد الفراغات في القانون ديال الجامعه. وخاصي مجتهد من الاحكام ديال الطاس، الاحكام اللي كتكون نهائيه، الى المعبر اخر اللي هو لجنه الاخلاقيات. علاش احيانا كيكون اللجوء احيانا ما كيكونش اللجوء لجنه الاخلاقيات؟ لا هو كاين، هما كاين جوج مصدرات مختلفتين. مصدره ديال يعني ديال تمشي للطاس هي مصدره يعني تحكيميه، وكتكون اما في اطار المسطره الاستئنافيه مثلا القرمه، او في اطار ما يسمى بالمسطره العاديه. حكمها تيكون نهائي. بطبيعه الحال كاين امكانيه وحيده هي اللجوء الى المحكمه العليا الفيدراليه السويسريه فيما يخص الشكل والمسائل الاجرائيه والمسطريه، وهي غالبا لا تمس يعني الموضوع. اما المسطره هذه ديال الاخلاقيه تتمشي للفيفا، امام لجنه الاخلاقيه ديال الفيفا اللي هي مشكله من غرفتين، الغرفه ديال الانفستيغاسيون او ديال الانستركسيون ديال البحث او التقصي، وغرفه ديال البت. بمعنى هذه مسطره مختلفه، بمعنى انه اذا كانت هناك شبهه ديال الخرق ديال نظام الاخلاقيات المفروض من طرف مثلا الفيفا في كره القدم، انه المرحله الاولى كتشوف لجنه الاخلاقيات واش هاد الوثائق اللي تدات لها وهاد الشكايه واش فيها العناصر التي كتعطيها الامكانيه باش انها تبحث، وبالتالي تقوم عمليه البحث وكتشوف النتيجه ديالها وكتحيلها على اللجنه ديال الغرفه ديال البت، او لا ترى او كتحتفظ بها، او بعض الاحيان شي واحد يدير شي شكايه كيديه تعاقبه، ماشي غير تجي انت وتجن على الناس ودير شكايه كيديه. اذن هذه الغرفه الاخلاقيات كاين واحد الكود ديال هذه الاخلاقيات، قانون الاخلاقيات فيه مجموعه مسائل اللي كتعتبر كخروقات، اللي هي وهي هذه القضيه كتهم جميع المنظومه كلها، بمعنى الجامعات، الفيفا، الاتحادات، الجامعات، الكونفدراليات، الفيدراليات، العصاب، النوادي الى غير ذلك، وكل من يعمل في المنظومه. ثانيا هي كتهم مجموعه ديال المسائل اللي خص الحفاظ عليها، لان الجامعه الاتحاد الدولي اللي تهمه شنو هو؟ الحفاظ على النزاهه وعلى القيم وعلى التنافس الشريف وعلى الفير بلاي فينونسي وفير بلاي يعني وروح التنافس الشريف والشفافيه والتعاون وعدم العنصريه والتعاون، بمعنى جميع القيم اللي ديال تحافظ عليها، ومعنى ما يكونش هناك اختلاس، ما يكونش هناك تكون تعاون وما تكونش الحفاظ على السريه والحفاظ على الاخلاقيات والى غيره، بمعنى مجموعه قيم منظومه مسطره هي في هذا القانون. واذا ثبت ان هناك خرق هذه انه وفي الدعاوي او في شروط الدعوة كاين هناك الصفه دائما الصفه والمصلحه، الا في هذا الاخلاقيات تقول لك اسيدي واخا ما عندك الصفه والمصلحه تيمكن لك تمشي الاخلاقيات باش تقول بانه كاين هو سيمسبر اخبار، يعني ملزم هو الاخبار، هو واخا ما عندي حتى صفه، هو بند الاخبار، بند من البنود عدم التبليغ. اخبار تقول اسيدي انا لاحظت بان هناك خرق اللي مبدا هذه
وهنا وشي كاينه كتقبلها يعني اللجنه الاخلاقيه وتبت فيها اذا ثبت حق. وواحد الانسان لما داش الاخبار كان عنده اخبار انه تيتعاقب 10,000 فرنك سويسري اذا عنده اخبار. بمعنى هذه المنظومه كلها من اجل الصوره ومن اجل السمعه ديال الرياضه وديال المتدخلين ومكونين المنظومه. لجنه الاخلاقيات في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عاده خصها تكون مكونه من رجال قانون ولكن يكونوا منتخبين ليسوا معينين. ما تتفق معي لا؟ هي هذه هذا واحد مش غنقول لك ملف معقد وتنعانيه فيه امام الهيئه الدوليه. الهيئه الدوليه شحال المسائل اللي كان خسروهم. علاش كنخسروا اننا نضحك ببساطه؟ بمعنى الفيفا او الهيئات الرياضيه كتقول لك كتشجع ما يسمى بالهيئات او الجهه المحليه. كتقول لك اسيدي انا عندي ما تجي دير عندي في الفيفا ولا اسيدي انت ديك الهيئه ديالك مستقله وبتحتى في النزاعات اللي عندها بعد دولي معنى اجنبي ولكن بشرط شنو هي؟ خصك تكون عندك الاستقلاليه ديال اللجان. الشيء اللي تكلمنا عليه وخصها تكون عندها التمثيليه وتكون فيها يعني المساطر العادله والمنصفه وتكون اليه التنفيذ وتكون كتضمن الحقوق ديال الجميع. اي هيئه دابا كاين هيئات الفيفا ما كتقيسهمش الفيفا ما كتقيسهمش دابا في شي دول واخا تجي عندها تقول لك اسيدي انت عندك هيئه مستقله اعترفت بانك هيئه فيها الاستقلاليه. في المغرب مازال هذا الاشكال بمعنى مازال ما كاينش انتخابات مازال ما كاينش ماشي لعبه انتخابات معقد لان خصك تكون توافق في التمثيليه ما بين الاتحادات الاتحاد الدولي ديال اللاعبين والاتحاد ديال يعني الفروق ديال الفروق او الجمعيات وكيتفقوا على الصيغه باش يعجلوا داك يعني داك المحكمين. ما كتكونش هذه ما كتكونش التمثيليه متكافئه هذيك قوه التاثير داخليه ما كتكونش هنا اوتوماتيكمون الفيفا تقول لك اسمح لي ما نعطيكش هيئه ديال الصفه ديال انك مستقل واي واحد جا عندي غادي ننظف القضيه ديالك. عندك شي الاخلاقيات في المغرب يعني حتى الملفات العدد ديالها قليل جدا يعني انا بالنسبه لي لجنه الاخلاقيات بالنسبه لي كنمثلها يعني بحال النيابه العامه يعني خصها تبادر هي الا بان ليها شي حاجه يعني ما تبقاش تستنى حتى هي الشكايات لان الهدف ديالها الاساسي من الخلق ديالها هو الحفاظ على المنظومه الكرويه وسمعه كره القدم. كنشوفوا حنا يعني التدخلات ديالها كان بسيط يعني واحد اللاعب قال واحد الشعار في واحد سميتو غنشدو غنعطيو واحد يومين ثلاث ايام واحد جوج ماتشات ثلاثه يعني ما كتحسش على انه راه كاينه واحد اللجنه اللي قويه واللي تخلي ان جميع المتدخلين يكونوا على بال لانه في اي لحظه راه ممكن تدخل لجنه الاخلاقيات لان لجنه الاخلاقيات انا بالنسبه لي كنعتبرها اهم لجنه لانه هي اللي غتاسس لنا واحد اطار ماشي قانوني ولكن اطار اخلاقي وقيمي لواحد المنظومه كرويه اللي نقيه ومن بعد ندوزو للشق القانوني وندوزو للشق الرياضي. قبيله الاستاذ مجتهد تكلم على واحد المساله بالنسبه لي انا واش الغدا يمكن اننا غنحتاجوا لجنه اخلاقيه داخل الانديه لانه ما يمكنش تكون القاضي والجلاد يعني انت كتجيب اللعاب وكتجيب التحكم وانت اللي كتخلص وانت ما يمكنش. هذه في المحور الرابع والاخير هو اللي نتكلموا على خلايا قانونيه داخل الانديه الحاجه الى خلايا قانونيه. طيب وصلنا الان للمحطه الرابعه والاخيره في هذا اللقاء الحواري اللي خصنا للعقوبات الصادرة عن محكمة الطاس. في المحور الرابع سنتوقف عند الأندية عند المسؤول عن الأندية ودوره في هذا الوضع. غادي نمشي عندك سي مجتهد مرة أخرى وتكلموا على غياب دابا كنمشيو الجامعه ما كنا خص العبور يكون من قناه النادي هو الاول. الحاجه الى خلايا قانونيه في داخل الانديه اكيد تنعتقد يعني كمغربي انا تالمت كثيرا في كون نادي عريق بحال الوداد انه يظلم ظلما يعني كبير ظلم زعما مؤثر محزن أمام أعين العالم كله وما قدرش يدافع على راسه. بمعنى الظلم لا يناقش فيه أحد لكن فين فشلنا وفين خسرنا أنه ما كانش عندنا مقاربة قانونية وما كانش عندنا يعني التكوين القانوني هو تكوين محدود والتوانسة ربحوا الواقعة ربحوا الهيئات. علاش؟ واخا أنهم ظالمون وأنهم يعني ظلما خداو هذاك الكأس ولكن عرفوا كيفاش يدبروا
يعني في إطار قانوني ومقاربة قانونية نزاعهم. إذن ظالمون في الكرة، توانسة ظالمون في الكرة، الكرة بيان سور في الكرة، تندوي على الكرة، حنا كندوي على الكرة. إذن تنقول أنا، غير هذه الواقعة بوحدها جعلنا أننا نتسألوا إلى الحاجة الفعلية لخلايا ولجان قانونية داخل النوادي. لأنه نعطيك مثال بسيط، مستشار قانوني داخل النادي شحال يشكلك، شحال ياخذ لك، شوف شحال من القضية كتخسر. إلى ربحك 50 من القضايا راك خلصتي ليه 4 سنين ديال الخدمة. مسؤولية المسير فتاح، كتلاحظ واحد القضية هو أن هذا البداية ديال 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 النزاع كيبدا صغير، وكيبدا بواحد صيغة تفاوضية اللي بسيطة وبإمكان النادي يسددها. إلا خدينا سيسوكو، خدينا مابيدي، كيقدر يبدا لك ب 16 مليون، سيسوكو 16، طلب 16، 17، 18، مابيدي طلب 30، مابيدي ما بغاش يمشي كاع مع الرجاء كاع النزاعات. كي المسؤول يركبوا رأسه وكتولي القضية فيها تلتبيع 200 250 أضعاف هذاك الرقم اللي طالب. اليوم سي حسن، يعني ماشي فقط الحاجة المستشار القانوني، كنظن حاجة القسم القانوني كامل، لأنه إلا رجع القضية ديال راديس، الأحداث ديال راديس، كيفاش شفنا أنه رئيس القسم القانوني الشؤون القانونية ديال الترجي يعني يجول في الإذاعات وفي التلفزيونات كيفاش كيشرح قانوني؟ حنا فاش بغينا ندافعوا كندافعوا بالصحفيين، كندافعوا يعني كندافعوا يعني بالعاطفه، ما كندافعوش بالوثائق بالانطباعات، بانه شفنا ديك البيت راه هذا الشيء. ولكن يعني كما قال الاستاذ مشاهد، يعني ملي بغاو يربحونا ربحونا بالقانون، يعني حتى التدليس بالقانون، ماشي غير التدليس فقط بال واليوم يعني حتى الاستاذ تكلم على انه في اثناء ابرام العقود هذه المساله ديال انني انا كرئيس، ما ننساوش على ان الرئيس في الانديه المغربيه اليوم بغينا ولا كرهنا يعتبر نفسه مالكا للنادي، وبالتالي يتكلم بمنطق المشغل، وهذاك المشغل ديما عنده واحد، بالنسبه لي هو ديما عنده واحد السلطه على هذاك اللاعب، او لا سير فين ما بغيتي تمشي. ولكن لو كان عندك قسم قانوني غيقول لك يا سيدي راه الا مشيتي ها شنو غادي ممكن يوقع، وهاد 17 مليون و 18 مليون ممكن نخلصوها. الا شفناها في الغوندمون جينيرال ديال السنه غنلقاو راسنا راه ربحنا بزاف د الحوايج. انا اليوم كنتكلم على انه يعني الحمد لله انه مستقبلا جايين الشركات الرياضيه اللي غيفرضوا عليك هذه المساله هذه. ثقافه اللاعب القانونيه ضعيفه، قدروا نقبلوها ان لاعب كيلعب الكره وماشي هو. ولكن الوكيل الاعمال ديالو مفروض فيه انه يكون عنده واحد الزاد قانوني، المام المام القانوني بطبيعه الحال المفروض، وكلاء اللاعبين كجزء من هذا المنظومه ديال التقاضي ايضا بطبيعه الحال. خص الوكيل ديال اللاعب يكون عنده المام بالقانون، المام بحقوق اللاعب، ينبهه قبل التوقيع ديال العقد، يحضر مع العقد وينبهه للجميع ما له وما عليه. مع الأسف أن حتى ذاك الوكيل أصبح الهدف ديالو مادي أكثر منه أخلاقي، وحماية النادي مفروض أن تكون بواسطة المسؤول قانوني اللي تعاقد مع اللاعب بواسطة الوكيل ديالو، مع وضوح في البنود العقد، وكما قال الأستاذ بأنه الحمد لله غادي يجيو شركات وغادي يولي شخص معنوي، ما يبقاش المسؤول، غنبداو نتخاطبوا مع شخص معنوي ماشي ذاتي. المسؤول ما غاديش نبقاو نتخاطبوا معاه. كاين واحد عامل آخر يحرك الدعوة، وهو الإصرار ديال اللاعب نفسه. احيانا اللاعب يشعر بالاهانه، يصبح مدافعا عن كرامته قبل الدفاع على العقد، على الاموال ديال العقد. الحاله ديال سيسوكو اللي انه اضطر في قصه غريبه، انه اضطر انه يرهن بقعه ارضيه عنده، يرهنها اللي تعطاته من رئيس الجمهوريه الماليه، تعطاته هذيك البقعه انجاز مع منتخب الشبان المالي، يرهنها ويمشي الى ابعد حد، وانه كأنه يقامر بهذه القضية. شوف، هو كاين واحد القضية، الحق يطلب
انت ما كتعطيكش واحد حقك اللي ما طلبتيهش. والإصرار هو تيجي من شخصيات أي واحد اللي يكون مآمن بأنه مظلوم بأنه يطالب بقضية عادلة. أنا ما هاد اللي تنظيفها في إطار الثقافة وتغييرات الثقافة المنظومة يعني المكونات المنظومة. الآن كل شيء ولا يعني ذاك الثقافة ديال التقاضي الدفاع على حقه ما بقيناش في ذاك كل واحد يخاف. كاينة مسألة أساسية خصنا نشغلها هو كيف قال الأخ تنشاركوا وشنشاطوا رأيي وأن المهم ماشي هو نبقاو نعدوا السلبيات والأعطاب. المهم هو عندي وقفة تقييمية وقامت بها الجامعة مشكورة واخا بشكل متأخر. ما نساوش باش ما نبخسوش عمل الناس راه الأوراق ديال الاحتراف في هاد العشرة كانت أوراق كثيرة واللي نجحنا فيهم بنسب متفاوتة. بما كاين شحال ما كانش عندنا مدربين تكون واحد العدد ديال المدربين تقني بزاف. كان عندنا في قضية التحكيم كاين أوراق ديال التحكيم وحتى المستوى المسيرين راه الجامعة دارت تكوين جميع مسيري النوادي في شراكة مع مراكز أوروبية وجامعات. بمعنى كان هناك الإحساس بأن كاين فراغ على المستوى التدبيري والتسيير. هذا واقع على المخدم فيه واحد اللي خدام للأسف الشديد للأسف ما كاينش تقييم. لو كان تقييم غنقولوا هذا التكوين قلنا في يكون متابعة إيه تكون متابعة وتقييم ونقولوا على التقييم علاش مثلا شنو نسبة النجاح ديالو شنو هي لك الإضافة النوعية اللي عطا وفين في شنو وعليه خصنا نصحوا. مادام الجامعة خسرت فلوس باش كوناتهم وداتهم برا رحلات برا وشافوا تجارب ديال أندية أخرى ودارت ولا قلبت على دي بروفيل كاين دارت المدير الرياضي ودارت المدير يعني يعني المدبر الإداري المدير دارت المنظومة والتسويق والمشرف العام غير ذلك. بمعنى كاين إحساس ديال الجامعة بأنه ما يمكنش تصنع يعني الجودة عندها واحد الكلفة وما كتصوبش غير هكاك كتصوب باش يعني بأدوات يعني بفاعلين ما يمكنش تصنع الجودة هكاك. كما الفكرة اليوم لكن مشروع حتى في يعني في وزارة التربية الوطنية اليوم عندنا مشروع ديال ديال إيتيود سبور وهذا إيتيود سبور اللي اليوم كاين أنه كيقدر تاخذ بكالوريا رياضية يعني في الشقة الرياضية يعني ممكن تكون مسير ممكن تكون مدير نادي ممكن يعني كاين واحد الوعي أننا خصنا نكونوا المسيرين. انا غير فقط الجانب القانوني انا ماشي دائما مرتبط بالجانب المادي وبالنسبه لي انا كنعطي واحد المثال بسيط ان الراجل العام اللي فات دات بطوله بالقانون يعني استشاره قانونيه دات بها البطوله كنعرفوا كنا الماتش ديال الجديده يعني لو ما كانش الراجل محيطه بمستشارين قانونيين غتجي من الجزائر ولكن بقات تما لان كانت كتامن انه القانون في صالحها وجات وهذيك النقطه اللي جابت من الجديده هي باش دات البطوله. يعني راه ماشي القانون فقط غير يقدر ينفعنا غير في الجانب المادي بوحدو ممكن يكون حتى في الجانب الرياضي. وهادشي علاش الواقعه ديال راديس يعني شامبيونز ليغ بالقانون بطوله بالقانون ما يمكنش تكون انت رئيس يعني ما عندك حتى في المكتب المسير ما عندك حتى محامي راه مثلا ابسط حاجه يعني ممكن خصنا نامنوا اليوم على انه لحمايه النادي وحمايه حقوق النادي اننا خصنا اليوم عندنا واحد الطرف الاخر اللي هو المدرب واللاعب والمؤطر وهذا ما تكونش محاط بصحفي خص تكون محاط ب اذا كان صحفي فهم في القانون علاش كاين واحد الاشكال بسيط بغيت نشير ليه هنايا مادام ان المساله كتعلق بغرفه التحكيم الرياضي والتحكيم الرياضي بشكل عام هو وخصو يتم فيه تعديل لان كاين اشكال ان تروح على الغرفه ديال التحكيم المغربيه في علاقتها يعني بالاجهزه الجامعيه والقضايا الاخرى. كاين واحد البند 30 اللي تيقول بان قرارات صادره عن الغرفه لفض النزاعات تكون محل طعن امام اللجنه المركزيه للاستئناف في انتظار انشاء غرفه التحكيم الوطنيه. غرفه التحكيم الوطنيه انشئت ومازال الان الاحكام يعني القرارات تمشي خاص تكون نهائيه الغرفه كتمشي للاستئناف. الان تروح على الغرفه التحكيم انها المغربيه انها تدفع بعدم الاختصاص لان هي هي القرارات خصها توصلها هي القرارات ديال الغرفه في شكلها النهائي وتستنفعنا. دابا كيفاش ودابا الان كاين اشكال مطروح قانوني وخص يتم فيه تعديل سينو غادي يوقع اشكال كبير. بمعنى من حق الغرفه ديال التحكيم تقول انا ما نبتش في هذا القرار يعني ماشي اختصاصي والاستئناف كتبت فيه واللي غيضيع حقوق المتقاضين في هذا النزاع هذا. شكرا لك سي مجتهد. واحد اضافه لك غير لا الوقت سالا غير باختصار شديد باختصار ان في القضيه ديال العزل ديال رئيس وداديه اكادير صرح السي فوزير قشع بانه اكد ان اللجنه الاخلاقيه جهاز قضائي مستقل للجامعه تابع لاجهزه الجامعه ومشكل من اعضاء محايدين من قبل الجمع العام وفقا للماده 36 من الأنظمة الأساسية. إذن
كاين جهاز قضائي، الجامعة تعتبر بأن اللجنة الأخلاقية هي جهاز قضائي، ولغات العزل، قرار العزل ديال السي بحيدي ديال الحبيب، الحبيب بحيدي ديال عصبة سوس، ديال عصبة سوس. طيب كنشكرك سي مجتهد، كنشكرك استاذ محمد، كنشكرك سي عبدالفتاح، نعاود نتمنوا اننا نشوفك معنا مره اخرى. شكرا دائما للقانون. بارك الله فيك. بارك الله. وبهذا كنوصل لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم الاسبوع الرياضي، نتلاقاو معكم في حلقه قادمه مع ضيوف اخرين ومواضيع اخرى. الى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، الى اللقاء.